مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. برحب بحضراتكم في كل مكان. وبنقفل ملف أفريقيا لمدة 24 ساعة بس، ويمكن أقل كمان. بكرة مباراة الإسماعيلي، محتاجة مننا كل التركيز الحقيقة، محتاجة من لعيبة النادي الأهلي كل التركيز. بنتكلم على أن المباراة دي بالنسبة للإسماعيلي طوق نجاح ان هو يفضل في الدوري وان هو يحسن وضعه في الدوري، لان احنا بنتكلم على فريق في المركز الستاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعشر نقاط بس. مباراه من ضمن المؤجلات بالنسبه للنادي الاهلي، ودايما بقول ان الثلاث نقاط في كل المباريات اللي جايه مهمه جدا علشان نقدر نرجع لوضعنا الطبيعي في الدوري في المركز الاول. كلام كتير عن المباراه دي النهارده وعن حاجات تانيه كتير ليها علاقه طبعا بالنادي الاهلي وبالكره العالميه هتكون في حلقتنا النهارده. مساء الخير عليك يا احمد.